الأخ سعد من المغرب مقيم في بلجيكا يقول لي زين، وعلاش ما درتش ردة فعلك على التيفو الخرافي ثلاثي الأبعاد كقصف لفضيحة رادس اللي وقعت بين نادي الوداد وبين، راح نقول بين نادي تونسي، وإنما نقول يعني بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد العالمي لكرة القدم، لأنه هذيك فضيحة ماهيش فضيحة خوتنا التوانسة وإنما فضيحة يعني مسيرين هذا الاتحاد. المهم أنا التيفو لمشتو باسكو الأسبوع الماضي كما قلت لكم كنت مشغول، دونك راح نشوف التيفو هذا معاكم خوتي خواتاتي بلا ما نكثر عليكم الهضرة. روحوا الانستغرام تاعي ابوناو و ابونيفو فلاشان تاعي، ديروا لايك و بارطاجيو لا فيديو هذه او ماكسيموم، بارطاجوها او ماكسيموم. راح نشوفوا الفيديو و راح نشوفوا التيفو و راح نسيو نحللوه كما يجب خوتي خواتاتي. جماهير الوداد في ملعب بادونور، شتو يعني في وقت واحد في زمن واحد في دوكان الالوان، حضارة كبيرة صراحة، حضارة كبيرة. واش راهم كاتبين؟ مانيش فاهم واش راهم كاتبين. ديت ادي والله ما فهمتش، ماهيش باين الكاد، ماهوش باين فادي والله ما عرفت نقرا يا خوتي سمحوا لي، ما عرفتش نقرا لانه زاويه التصوير ماهيش من الزاويه الملائمه، ولكن يعني قولوا لي في التعليقات راح نشوف تعليقاتكم خوتي. فادي فادايت ابيض واحمر، احمر واسود، ابيض واحمر، شوف يعني في نفس الوقت سبحان الله، حضاره 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 حضاره. شوف 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 كاتبين تحت، one goal is all it takes to prove your corruption has no breaks. هدف واحد is all it takes، هدف واحد هو كل ما يلزم لفضح فسادكم انه ما عندوش حدود وما عندوش مكابح، ما عندوش لي فران، يعني راهم يسعوا باش يفضحوا الفساد تاعهم. وتحيه لجماهير الوداد في هذه اللقطه، لانه هذا الامر راح ينفعنا احنا ككل يعني مشجعي كره القدم الافريقيه، لانه ممكن هذا التيفو راح يكون عنده صدى كبير في العالم، ديجا راه عنده صدى كبير في العالم وراح ممكن ياثر على الاتحاد الافريقي، ان شاء الله ما تكونش لحياه لمن تنادي، ان شاء الله صح يغير. واو تحس كانها عين، يعني عين في وسط ال... شوف انا عين في وسط الملعب. يعني كل شيء غادي يتفرج ويشوف. اوكي. دخول لاعبين الان. هم يغنوا هازيل ما عرفتك. الله 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 صعود التيفو تروادي. شوف بطبيعة الحال بطبيعة الحال الترجي ضد الوداد في النهائي الافريقي الذي احدث جدلا كبيرا، تيفو على طريقة دورتموند. الله 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 الله، خليني نتأمل، خليني نشاهد، خليني نشوف لقطة يعني معبرة ولقطة مؤثرة على ما حدث لنادي الوداد الموسم الفايت. يعني هذا الأمر وإن دل فإنه يدل على حرقة الجماهير ويدل على التأثير هذا الحادث على جماهير الوداد، و يعني هذا الشيء اللي دفعهم انهم يقوموا بتصوير هذا التيفو طريقه حضاريه جدا صراحه، حضاريه جدا جدا جدا، حضاره كبيره في هذا التيفو. رسائل بالجمله، رسائل قويه، ونتمنى انها توصل الى القلوب اللي يكون عندها يعني نوعا ما شيء من الضمير باش تغير نوعا ما من الاستراتيجيه تاعها وتوقف هذا الفساد ولو بكلام الحق، يعني تقول كلام الحق. شوف 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 ما شاء الله طرواتي حبيبي، صراحة صور رائعة. وش عم يغنوا؟ بون انا متاكد انها راح تكون رسائل بالجمله في هذا الفيديو، ولكن ممكن انا بسبب سوء فهمي ما فهمش كل الرسائل سمحوا لي، لذلك يعني في الاسفل نتمنى ان نصيب تعليق تشرح لي يعني قضيه هذا التيفو وكل الرسائل المشفره اللي راهي فيه. وشكرا لكم خوتي خواتاتي على تفاعلكم معي في مثل هذه الطلبات اللي طلبها منكم. بطبيعة الحال يعني الإحماء الجماهير يبدأ هب.
والله شوف شوف شوف، يعني كلهم ألقوا كل هذيك الرايات البيضاء تاع اللي كانوا يشجعوا بها. شوفوا الآن من زاوية أخرى، أنا تشوف فو، والله ما أعرف بالقراءة، فون دايت، فون دايت ولا فان دايت، سامحوا لي أخوتي ما قدرتش نقرأ هذه الرسالة، ما عرفتش علاش. ما عرفت نقراها يعني، راني نحاول مي ما قدرتش. شوف شوف جمالية من هذه الزاوية، أجمل هذه الزاوية خواتي خواتي. خلي العالم يشوف وخلي العالم ينبهر وخلي العالم كله يشوف ظلم الوداد اللي تلقاه، خلي العالم يشوف أن كرة القدم في إفريقيا لم تصبح عادلة ولم تبقى عادلة ولن تصبح عادلة إلا إذا ما كان يعني كل الجماهير ينددون بحقوق أنديتهم مثل ما قام به نادي الوداد طريقة حضارية كبيرة جدا صراحة. التيفو يصعد، شوف 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 شوف، مع دخول لاعبين يصعد التيفو ثلاثي لبادي يا حبيبي. الله 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 الله، برافو صراحة، برافو صراحة، برافو برافو برافو، ألف برافو. واو والله يعجبني هذا الأمر، يعني شغل أثلاجة صدري. علاش؟ باسكو دائما ما نمددوا بالحضارة والاحتجاجات الحضارية من دون عنف من دون ولا شيء، والحمد لله يعني جماعة الوداد أعطتنا مثال في هذا الاحتجاجات صراحة. اعتذر، طبيعة الحال الغناء وكان لي جيت تاعهم تاع الالترا يعني اسفل الملعب يقوم ب يعني كيفاش نقولوا توجيه الجماهير صراحة. تيفو رائع في الجملة، تيفو توب تو توب، يعني تيفو راح نقولوا بداية موسم موفقة جدا لجماهير نادي الوداد، وخاصة يعني عنده حكاية عميقة وجرح عميق، لأنه أنك تحرم فريق الوداد من بطولة كبيرة مثل البطولة التي حرم منها نادي الوداد، وبسبب نوعا ما ظلم، راح نقولوا ظلم التسيير الإفريقي، أقول ظلم الاتحاد الإفريقي، راح نقولوا يعني عدم مصداقية الاتحاد الإفريقي يعني سببت هذا المشكل لنادي الوداد. ولكن صراحة ردة فعل الجماهير من دون عنف من دون أي تقصير من دون أي احتجاجات من دون أي تعنيف، وبالتيفو هذا ثلاثي الأبعاد أوروبا، يعني هذا الأمر يقع في أوروبا، ممكن في أوروبا يوقع العنف، ولكن في جماهير نادي الوداد تشوف الصور الجميلة، يعني كي تشوف صور مثل هذا الفريق، مثل هذا فريق كبير بطبيعة الحال يكون عنده ناس متعصبين، بطبيعة الحال يكون عنده مشجعين متعصبين، ولكن يعني أنك تتمالك نفسك وتقوم بتعبير بطريقة حضارية مثل هذه، لابد أنك تعرف بأنه هذا الجماهير برغم عددها الكبير وبرغم عصبيتها إلا أنها تحب فريقها أكثر من أي شيء، وحب الفريق تاعها في قلبها عندها أكثر من أي شيء. يعني هذا الشيء متفقين عليه كاملين، وعلى بالي بلي حتى الرجويين وحتى الناس اللي ما عندهمش علاقة مع كرة القدم المغربية راح يوافقوني الرأي، لأنه كاملين شفنا في كرة القدم في تاريخ كرة القدم أي فريق يقوم بظلمه، يعني الحكم ولا الاتحاد تاع بلده ولا الاتحاد تاع القارة تاعه، يعني في كل مرة يكون ردة الفعل تكون عنيفة وتكون بالقوة. ولكن جماهير الوداد تعطي صور في الحضارة وصور في الأناقة وصور في الجمال وصور في اللباقة صراحة. بيقاب تحياتي الخالصة مني إلى كل جماهير ولا كل أصحاب هذه الفكرة الجميلة جدا صراحة خوتي خواتاتي. ما بقى لي غير نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، شكرا لكم على الحب، شكرا لكم على التفاعل والتواصل معي أينما كنتم خوتي خواتاتي. أتمنى لكم يوم سعيد، أمسية جميلة، ليلة سعيدة. المهم العودة إلى الفيديوهات، فيديو اليوم في الصباح على 12 صباحا والفيديو الآخر على 10 مساء أو ليلا، لذلك يعني كونوا حاضرين في القناة، فعلوا زر التنبيهات من أجل أن يصلكم جديد القناة، وإذا لم يعني مولوش وصلكم التنبيهات نحوا زر التنبيهات ثم عودوا فعلوه من جديد. نلتقي في الفيديو القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، peace.